نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. عطلة الأسبوع عادية في طقسها الحار جزئيا، وفي الوضع السياسي الذي ينتظر تفاهمات على التعيينات الأمنية وعلى بنود مشروع قانون الموازنة، وينتظر أن يبرز أمر ما على صعيد عقد جلسة تشريعية، وفي المحصلة الوضع الأمني له أولوية في المتابعات، وهذا ما أشار إليه اجتماع موسع في السرايا الحكومية. وفي المحصلة أيضا الوضع برمته في لبنان ينتظر ما ستؤول إليه المفاوضات النووية التي تنتهي الشهر المقبل، وثمة محطة مهمة الأسبوع المقبل في القمة الأمريكية الخليجية التي تسبقها قمة بين أوباما والعاهل السعودي. وفي اليمن عشرات الغارات للتحالف على مران بعد 100 غارة على صعدة، في وقت تصاعد قتال البر في أكثر من منطقة ولا سيما في عدن. شنت مقاتلات التحالف العسكري بقيادة السعودية غارات جوية استهدفت مطار العاصمة صنعاء وعشرات الغارات على معاقل للحوثيين في صعدة شمال البلاد، بعد ساعات على إعلان الرياض عن هدنة إنسانية تبدأ الثلاثاء. وفرت مئات العائلات من محافظة صعدة قبل انتهاء المهلة التي حددتها قيادة التحالف لهم للمغادرة، وما لبثت بعد ذلك أن بدأت المقاتلات الحربية بشن غارات ضد قواعد الحوثيين ومنازل قيادة. هذا وركزت قوات التحالف في غاراتها على صعدة معقل الحوثيين على الحدود مع السعودية. أتى ذلك فيما حذرت الرياض الحوثيين من أنهم تخطوا الخطوط الحمراء بعد قصف طال مناطق حدودية سكنية في المملكة. واستهدفت طائرات التحالف والمدفعية السعودية منزل قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي في مدينة مران. وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مران وباقم القريبة استهدفتا بأكثر من 160 صاروخا، وأشارت إلى أن التحالف شن أكثر من 27 غارة جوية في المحافظة. إلى ذلك شنت طائرات التحالف غارات على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وذلك غدا إعلان هيئة الملاحة الجوية عزمها إعادة فتح المطار مؤقتا من أجل تلقي المساعدات الإنسانية. وفي عدن تدور المعارك بين الحوثيين وحلفائهم من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة ثانية، وأفيد عن 8 قتلى خلال معارك عنيفة في شمال المدينة. على صعيد آخر، مصدر قبلي أكد أن غارة أمريكية لطائرة من دون طيار قتلت 3 من عناصر القاعدة في محافظة شبوة في شرق عدن. في العراق تتركز الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي وتنظيم داعش على محاور الكرمة، حيث تحاول القوات العراقية طرد مسلحي التنظيم في شكل كامل من هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين محافظة بغداد ومحافظة الأنبار، وذلك كي يتسنى للقوات العراقية القتال في شكل أكثر إحكاما ضد داعش من أجل تحرير الأنبار. في الغضون قتل العشرات من السجناء بينهم أعضاء في داعش إضافة إلى حراسهم أثناء عملية هروب جماعي من سجن الخالص في محافظة ديالى. وفي الملف السوري الاشتباكات مستمرة في جرود القلمون. أعلنت وكالة سانا السورية أن قوات الجيش السوري مدعومة بحزب الله سيطرت على بلدات في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية السورية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن سلسلة من الضربات النوعية والناجحة للجيش أسفرت عن إحكام السيطرة على المناطق في جرود القلمون الشمالية بريف دمشق. في هذه الأثناء أفيد أن جيش الفتح التابع للمعارضة السورية شن هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة جيرود. وقرب القلمون تصدى مقاتلون من جيش الإسلام للقوات الحكومية التي حاولت التقدم إلى مراكز المعارضة في المنطقة القريبة من مدينة دوما. من جهة ثانية شن الطيران الحربي غارات جوية على قرى في محيط مدينة جسر الشغور في ريف إدلب. وفي حلب قتل عدد من الأشخاص نتيجة القصف الذي تعرضت له بلدة كفرناها في ريف المدينة. وفي سياق متصل سقط قتلى من القوات الحكومية وميليشيات فلسطينية داعمة له جراء هجوم عسكري قام به مسلحو جبهة النصرة في مخيم اليرموك. واستهدفت طائرة من دون طيار تابعة للتحالف الدولي ضد داعش سيارة كانت تنقل مجموعة من عناصر التنظيم في غرب الرقة، ما أدى إلى مقتل جميع من في السيارة. دوليا أكدت مصادر دبلوماسية
دبلوماسية أن المفتشين الدوليين عثروا على آثار لغاز السارين وغاز الأعصاب في موقع للأبحاث العسكرية في سوريا لم يتم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بها من قبل بحسب المصادر. وفي المواقف، رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أوضح أن الدعم العسكري السعودي والتركي ساهم في التقدم الأخير للمعارضة السورية في مناطق الشمال والجنوب، وأكد أن زيارة الرئيس التركي السعودية انعكست بشكل إيجابي على الوضع الميداني في الداخل السوري. وفي الإطار، موقف لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد فيه أن بلاده لن تتدخل عسكريا في سوريا، معتبرا أن التوازن في سوريا ليس في صالح النظام السوري بل يتغير في اتجاه معاكس له تماما. ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا أمنيا في السرايا الحكومية في حضور الوزراء سمير مقبل، نهاد المشنوق، أشرف ريفي، إضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الأمنيين، وكان عرض للأوضاع الأمنية في لبنان. أعلنت قيادة الجيش أنه ألحاقا لبيانها السابق الصادر بتاريخ 1/5/2015 والمتعلق بتسلم الجيش جثمان أحمد أحد العسكريين الذي استشهد إثر الاشتباكات التي جرت بين وحدات الجيش والتنظيمات الإرهابية خلال شهر آب من العام 2014، تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية على الجثمان المذكور بأنه عائد للعريف الشهيد علي قاسم العلي. الوزير أشرف ريفي أكد بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين أن الجهود التي تبذل في الملف جبارة وأن جزءا منه قد يكون في مرحلته الأخيرة. المقايضة بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة أصبحت على قاب قوسين وأكثر، والاتفاق وصل إلى تفاصيل الأسماء. هذا ما أكده وزير العدل اللواء أشرف ريفي لتلفزيون لبنان، مشددا بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين أن الجهود التي تبذل في ملف جبارة وجزءا من الملف قد يكون في مرحلته الأخيرة، مشيرا إلى أنه جند كل طاقاته وجهوده لإنجاز هذا الملف، مثنيا على دور الرئيس تمام سلام والنائب وليد جملاط والوزير وائل أبو فاعور واللواء عباس إبراهيم لإيصال هذا الملف إلى الخواتيم المرجوة. في جزء من الملف صار قد يكون بمراحله الأخيرة، بتأمل نعمل الخطوة الأخيرة فيه تماما. جهود اللي عم تبذل هي جهود جبارة جدا جدا، نحن عنا إحساس أنه قد نكون على أبواب مرحلة إن شاء الله بتكون إيجابية إذا الله رضى. عليك الوسيط القطري والتركي بعضهم داخلين بالمفاوضات، اتفقنا ما نحكي على التفاصيل، الكل حياة ما في دولة صديقة فيها تساهم إلا ما عم تساهم تماما. أنا بزيارتي الأخيرة لتركيا التقيت برئيس الائتلاف السوري، تبحثت أنا وياه بنفس الخطة اللي كنا عم نحضرها كخلية أزمة، كان تجاوب إيجابي أنه بكل ما يستطيع من قدرة وقوة للمساهم بحل هذا الملف هو جاهز. الأهالي بدورهم أملوا أن تكون هذه الزيارة الأخيرة قبل الإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أن لديهم الثقة التامة بالوزير أشرف ريفي لحل قضيتهم. قبل أيام قليلة طلبت على وسائل الإعلام لتدخل الوزير أشرف ريفي في هذا الملف، اليوم بعد تدخل وزير أشرف ريفي من قبل واليوم بعد الزيارة، هل هيكون في تحركات وتصعيد بالشارع؟ نحن بالمرحلة هاي لا، ما عندنا ولا أي تصعيد. نحن كنا كل مرة عم بنقول إنه نحن نتوجه للتصعيد بس نلاقي في تقصير من الدولة، والحقيقة نحن لحد هلا ما لمسنا تقصير، يمكن بمطارح معينة كانت تتشوش الأمور علينا شوي، بس لما كنا عم نتابعهم الحقيقة عم نلاقي لا ما كان في تقصير، لذلك كنا عم نعلق تصعيد. الأهالي توجهوا بالشكر إلى قطر وتركيا لقيامهم بدور كبير وإيجابي في ملفهم، كما توجهوا بالشكر إلى اللواء عباس إبراهيم وأهل الصحافة لوقوفهم إلى جانبهم. الوزير رمز جريج شدد على حماية الإعلام والكلمة الحرة، خصوصا أن الدستور يكفل ذلك وفق الخير العام والمصلحة الوطنية العليا. الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU برئاسة الدكتور جوزيف جبرة كرمت الإعلاميين بعشاء في الفينيسيا رعاه وزير الإعلام رمز جريج، وفي حضور المدير العام للإعلام حسان فلحة ومديرة الوكالة لور سليمان ونقيبي الصحافة والمحررين عون الكعكي والياس عون وعدد كبير من النواب والوزراء والوجوه الإعلامية والصحفية والثقافية والتربوية والاجتماعية والروحية والعسكرية. الوزير جريج الذي لفت إلى اللفتة الكريمة من LAU لتكريم الإعلاميين في ذكرى شهداء الصحافة شدد على أهمية الإعلام الحر والكلمة الحرة وفي حماية الدستور. يجب على المجتمع المدني أن يقف صفا واحدا إلى جانب الإعلام الحر في لبنان، وأن
يبدي تضامنا كاملا معه. بالأمس قلت في نقابة الصحافة: ارفعوا يدكم عن الإعلام لكي يزدهر، واليوم أكرر ذلك وأقول إن حرية الإعلام بكل معنى الحرية هي ملازمة للديمقراطية في لبنان. من حسن حظنا في لبنان أن الحرية الإعلامية مكرسة في دستورنا في مقدمته وفي صلب أحكامه، وبصورة عامة تلك الحرية تمارس بشكل مقبول. غير أن الحرية الإعلامية كما أردد دائما لا تتناقض مع سائر القيم، ومنها وجوب أخذ المصلحة الوطنية بعين الاعتبار. رئيس الجامعة جوزيف جبرة شدد على أهمية تلازم التربية والثقافة والتعليم مع الحرية المسؤولة للكلمة وفق السياق الديمقراطي والخير العام ورسالة لبنان، خصوصا في الظروف القاسية التي يمر بها لبنان. وكان الزميل كريستيان أوسي مسؤول الإعلام في الـ LAU ومنظم المناسبة قد قدم الاحتفال، أشاد فيه بالعاملين في حقل الصحافة والإعلام المسؤول. تخلل الاحتفال لوحات ثقافية وفنية ووطنية، وعلى صوت التنور جن الله. الوزير باسيل حذر من توطين النازحين السوريين في لبنان، داعيا إلى تطبيق ورقة النزوح السوري حرصا على لبنان. وزير الخارجية جبران باسيل أشار إلى أن لبنان يفتخر بكونه دولة محبة للسلام، وخلال اختتام ورشة عمل بعنوان مؤتمر السلام عبر الطفولة المبكرة في بيت الطبيب قال: نحن شعب يريد سلام، لكن إسرائيل ترفضه من خلال انتهاكها سيادتنا اليومية. وإذ حذر من إيحاءات مبطنة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى توطين النازحين السوريين، شدد باسيل على الرفض الكامل لذلك من أجل حماية نسيج لبنان الاجتماعي وصون هويتنا والدفاع عن صيغة لبنان الفريدة. نحن لا نقبل بهذا المسار الذي تسلكه أزمة النزوح السوري، مسار متزايد في الانحدار مع الوقت. وقد دعونا منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ إجراءات حازمة، وندعو الآن إلى التشدد في تطبيق بنود ورقة سياسة الحكومة للنزوح السوري التي اعتمدها مجلس الوزراء في 24 تشرين الأول 2014، وإلى تشديد الإجراءات من قبل الوزارات المعنية حرصا على لبنان وحرصا على السلام المستدام، وليس العنف المتجدد من جراء التخاذل الحاصل حيال أزمة النزوح السوري. إشارة إلى أن مؤتمر السلام عبر الطفولة المبكرة تخلله تشديد على أهمية إبراز دور تنمية الطفولة والعلاقات الأسرية في عملية بناء السلام العادل وحل النزاعات، ودعوة إلى تبني الدولة النهج الشمولي التكاملي الدمجي لتحقيق التوازن للطفل. معركة القلمون بين التضخيمات الإعلامية وحقيقة المعارك، فما مدى تأثيرها المباشر على الداخل اللبناني؟ وهل تسقط دمشق في المدى المنظور بيد المعارضة السورية؟ يار البيع. معركة القلمون وما يدور في فلكها من مخططات وتضخيمات إعلامية في بعض الأحيان لن يكون سوى محطة من محطات الأحداث الجارية في سوريا، خصوصا بعد هزيمة الجيش السوري في جسر الشغور وأدلب ووصول المعارضة إلى مشارف اللاذقية الساحلية. وبحسب العميد المتقاعد وهبي عطيشة، فإن القلمون تقسم إلى قسمين: الأول هو ساحلي ويتضمن الأوتوستراد الدولي الذي يربط القلمون بدمشق، والثاني جبلي يضم قرى الجرود التي يسيطر عليها حزب الله والقوات السورية منذ زمن. لماذا اختار حزب الله هذه الفترة لقتال هؤلاء الناس الذين في الجرد؟ لأن الأوتوستراد أو الطريق الذي يربط دمشق بحمص لا يزال بين أيدي النظام وحزب الله، لذلك قد يكون هناك قطبة مخفية من معركة القلمون لم تتضح بعد، وهي تقتصر حاليا على القتال في جرود بين
الثوار وبين حزب الله. ما يؤثر على الوضع اللبناني هو وجود الجيش اللبناني على قسم من هذه الجرود للدفاع عن شمال شرق البقاع، ووجود عسكريين مخطوفين بيد النصرة وداعش والحركات التكفيرية. قد يكون يحصل انتقامات من هؤلاء العسكريين، وأتمنى ألا يكون ذلك. هذا هو التأثير المباشر على الجبهة. إنما على الوضع الداخلي هذا يدل على انخراط حزب الله أكثر في الأزمة السورية، وهو يعلم جيدا أن هذا النظام، وباعتراف رئيس النظام أنه خسر بعض المعارك في شمال سوريا والبعض في الجنوب. أعتقد بأن هذه العملية كلها قد تكون لرفع المعنويات عند المقاتلين في حزب الله وعناصر النظام السوري. وعن الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله، قال قطيشة: أنا شفته هي أول مرة بيكون محبط لهالدرجة. أول شيء ما في رفع أصابع، ما في رفع نبرة، ما هو تبرير لمجموعاته لرفع معنوياته، وكان يعدهم بالألمون لإعادة رفع هذه المعنويات. طبعا يمكن بالشيء القليل قد يرضى حزب الله، مثلا معركة عسال الورد. عسال الورد قرية نائية ما فيها حدا، يعني على الحدود مع لبنان مباشرة. وعن إمكان التأثير المباشر للملف النووي الإيراني على هذه المعركة وغيرها من المعارك، قال قطيشة: يمكن هالأحداث اللي عم بتصير إن كان بشمال سوريا أو بجنوب سوريا، قد يكون أنه الإيرانية، يقول البعض أنه الإيرانيين باعوا جلد الدب بين مزدوجين، وهم صرحوا كذا مرة أنه نحن لسنا متشبثين ببقاء الرئيس الأسد. قطيشة استبعد سقوط دمشق في المدى المنظور لأن خطوط الإمداد إليها لا تزال مؤمنة، وأول خطوة على سقوط دمشق هو وقوع كامل حمص بيد المعارضة. نواصل تقديم النشرة بعد هذا الفاصل. أحييكم من جديد. أفاد مندوبنا حسين حديفي أن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار باتجاه الراعي حسين قاسم زهرة من بلدة شبعة بينما كان يرعى قطيعه داخل الأراضي المحررة في محيط بركة النقار من دون أن يصاب بأذى. وقد اتخذت وحدات الجيش اللبناني التدابير اللازمة وتعمل على معالجة الوضع مع قوات اليونيفيل. مزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير. نظمت اللجنة السياسية في الرابطة المارونية ندوة سياسية بعنوان الشراكة الوطنية سبيل إلى تحصين الدولة ونبذ العنف. شارك فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، وأكدت الكلمات على أهمية الشراكة الوطنية وضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف وتعزيز سيادة واستقلال لبنان. سلمت مؤسسة ميشيل شيحة جائزة ميشيل شيحة لستة طلاب فازوا في المسابقة التي نظمتها من الصفوف الثانوية من مدارس رسمية وخاصة في بيروت وطرابلس والكورة والمتن والشوف والجنوب. استقبلت النائبة بهية الحريري في مجد اليون وفدا من لقاء بيروت الوطني في زيارة تضامنية، واستنكارا لمحاولة الاغتيال التي جرى الكشف مؤخرا عن أنها كانت تستهدف الحريري ونجلها أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. الحريري التقت النائب جون غوسابيان الذي زارها متضامنا وسفيرة الهند في لبنان. نفذ أهالي بلدة برجة والهيئة التعليمية اعتصاما احتجاجيا قطعوا خلاله الطريق أمام مدخل مدرسة الديماس الرسمية في برجة، وذلك اعتراضا على قرار وزير التربية القاضي بإعفاء مدير مدرسة الديماس مصطفى الشمعة من مهامه كمدير وإلحاقه بالمنطقة التربوية في جبل لبنان. احتفلت رابطة آل قبرصلي في صيدا بإطلاق المجلس البلدي اسم أول رئيس بلدية صيدا محمد آغي قبرصلي على المكتبة العامة للبلدية. كيف يمكن أن يتحمل الصناعي تداعيات إقفال المعابر البرية؟ التفاصيل في الصفحة الاقتصادية. إقفال المعابر البرية ترك أثرا على تصدير الصناعة اللبنانية، ما يؤشر إلى المزيد من الهموم للصناعيين اللبنانيين. أستاذ فارس سعد، حضرتك خبير اقتصادي ورئيس تحرير مجلة الصناعة والاقتصاد، يعني ما هي التدابير التي يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية في هذا الخصوص برأيك؟ أنا برأيي أن التدابير اللي لازم تتخذها هو طبعا أن إضافة لما هو مطروح بتقديم دعم للصادرات عبر البحر، والتي هي ما زالت اقتراحات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، هناك تدابير إدارية يمكن أن تقوم بها الدولة اللبنانية وتؤدي إلى تخفيض كلفة النقل. كيف؟ بالدرجة الأولى أنه كلفة الشحن من لبنان من المصنع
إلى البحر كلفة كل كونتينر تبلغ بحدود $1,000 بين $700 و$1,000، وهذه ناتجة عن تدابير إدارية وعدم تسهيل وصول هذه المشحونات إلى البحر. هاي بالدرجة الأولى، لأن إذا كان الكونتينر مضطر أن يدفع حوالي $1,000 للوصول إلى المرفأ ومن ثم يشحن إلى مرسيليا، كلفة الكونتينر الواحد $300، فكيف يمكن أن يتحمل الصناعي هذه الكلفة التي تستوجب تدابير إدارية وليس تشريعا أن يتحمل هذه الكلفة؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هو أن تساهم الدولة وليس بتشريع، هناك تدابير إدارية ممكن أن تتخذها باتجاه حماية بعض السلع اللبنانية التي تتعرض لمنافسة كبيرة من قبل الإنتاج في الدول الأخرى التي تصدر. يعني اليوم عم ينحكى عن دعم للتعويض، والدولة اللبنانية يمكن عم بتقوم يعني بقدر المستطاع يمكن لمساعدة السائقين يمكن، بس أكيد مش الصناعة يعني اللبنانية. أهم تدبير ممكن أخذته الدولة هو استرجاع السائقين المحجوزين. طيب. أما بالنسبة للدعم المادي فأعلن بعض الوزراء وخاصة الوزارات المختصة أن الدولة لا تملك أموال لتعطيها للصناعيين كدعم. هذه نقطتين. النقطة الثالثة هو أن يمكن أن تتخذ الدولة تدابير بتخفيض كلفة الإنتاج الصناعي عبر دعم المحروقات أو دعم بعض الأشياء اللي تستهلكها، لأنه سعر الطاقة عندنا بلبنان هو أعلى سعر بالمنطقة. إضافة لهيك ممكن على الدولة أن تطبق قانون الإغراق، الإغراق يلي هو قانون موجود ولا يتم تطبيقه، مما يشكل منافسة كبيرة للصناعة اللبنانية. اليوم الصادرات البرية توقفت بحدود 70%، فالسؤال الذي يطرح نفسه يعني هل النقل البحري سيعوض عن النقل البري؟ مأساة جوية جديدة بعد الفاصل. في مأساة جوية جديدة أعلنت الحكومة الإسبانية تحطم طائرة عسكرية نوع إيرباص بالقرب من مطار إشبيلية، ما أسفر عن مقتل طاقمها الذي يبلغ عشرات أشخاص. حكمت محكمة النقض على الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. مزيد من الأخبار الدولية المتفرقة في هذا التقرير. ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية أحيتها روسيا بعرض عسكري في الساحة الحمراء، حيث تشمل مراسم العيد إلى جانب العروض العسكرية مسيرة تحمل اسم الفوج الخالد، وترمز مسيرة الفوج الخالد التي يحمل المشاركون فيها صورا لذويهم ممن حاربوا في جبهات الحرب الوطنية وضحوا بحياتهم في معارك القتال أو عملوا ليلا نهارا في المصانع، إلى متانة الروابط بين الأجيال ووفاء الأحفاد لأجدادهم. نقل الجيش الباكستاني جثتي سفيرين وزوجتي سفيرين آخرين إلى إسلام أباد بعد يوم من مقتلهم في تحطم طائرة هليكوبتر في جبال شمالية أثناء تفقد مشروع سياحي، فيما يقوم فريق عسكري بالتحقيق في أسباب تحطم الطائرة، وقتل أيضا عدد من الأشخاص في التحطم. وتقول الحكومة إن الطائرة عانت من عطل في المحرك ونفت إعلان حركة طالبان أنها أسقطت الطائرة. وصل حتى الآن إلى كاتماندو 218 طن من الدفع الثانية من إمدادات الإغاثة المرسلة من الحكومة الصينية إلى نيبال التي لا تزال تعاني بشدة من آثار الزلزال المدمر. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أن تلك المواد تم إرسالها على متن 6 طائرات عسكرية و4 مدنية متعهدة بأن تتسلم نيبال باقي الإمدادات. تتحضر الفلبين لاستقبال إعصار نول، حيث يعتبر عاصفة من الدرجة الرابعة مع رياح تبلغ سرعتها 160 إلى 210 كيلومتر في الساعة، وقد جهز المتطوعون من الجيش الأغذية والإسعافات الأولية. عثرت الجمارك الإسبانية في حقيبة سيدة على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات حاولت تهريبه من شمال أفريقيا، وقد ظهر شكل بشري عندما مرت الحقيبة في أشعة الإكس راي، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المستشفى فيما ألقي القبض على المرأة. بهذا التقدير نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.